لقد قبلت مؤخرا عرضا من برشلونة وقد فاوض مدير أعمالك على راتب بقدره 260 ألف. أطلع من ريال مدريد وروح برشلونة. طيب اليوم جايب لكم مهنة لاعب. تنبيه بسيط قبل ما نخش على مقطع اليوم، انا لابس الهلال لاني توني مسوي ردة فعل على الهلال، فسجلت هذا المقطع على طول بعد ردة الفعل في وقت غير فنيله وزي كذا. اوكي فخلونا بس نبدا على طول. طبعا في حلقة اليوم عندنا كاس العالم، مثل ما قلت لكم في نهاية الحلقة اللي فاتت من هذه السلسلة ان عندنا كاس العالم، وللاسف انا مريب اساسي في كاس العالم، فبكون ابدخل يعني بديل كبديل يعني على التشكيلة. لو تلاحظون دي تشامب يعني مقتنع اني انا كبديل، فكيف راي المدرب ما اقدر نقول شيء، بس اهم شيء ان نلعب على الاقل لو دقائق بسيطة في كاس العالم. لو تلاحظون الطاقة 88، عرفت يعني شلون ازودها، وزنت بين السرعه والدريبل والشوت. لو تلاحظون الدريبل صار 90، اول كان على ما اظن 87 او شيء، فزدت التحكم بالكره زدتها كثير. فالحين المفروض ان نشوف لاعب شوي يتحكم بالكره افضل من قبل، يعني مثلا اذا تسلم الكره ما تروح بعيد. هذه اشياء كنت اعاني منها انا في الحلقه اللي فاتت او الحلقات كلها اللي فاتت. بدخلني تخيلوا الدقيقه 84 بدال مبابي، دخلني طبعا استي لو تلاحظون، وبنخش الحين ضد المانيا. يا ساتر الالمان، اول مباراه في كاس العالم في دور 16. طبعا باقي 5 دقائق ودخلني، ما تلعبني الا 5 دقائق. يلا ما عليه. مش ذا كاس العالم في اسبانيا يلعبون هذا الملعب اللي حاطينه في برشلونه. يقول لك ما في تعليمات قويه، ما ادري ايش في دي تشام ما يعتمد علي. خلوني اثبت له هذا الشيء، سجل هدف مثلا، هدف الفوز يكون اول هدف لي في كاس العالم. اوكي معي 5 دقائق، يمدي ولا ما يمدي؟ الله يستر وان شاء الله ان الخصم ما يسجل. اوكي كامافينجا شوت، اوه والله جميله جميلة يا عبد الله بوز. ما عليه، بس كان ودي انه يعطينا على الاقل ربع ساعة، يعني كذا ماني بقادر العب، 5 دقائق بس اللي باقية. دقيقة، اوه صح في ناس كثير قالوا لي قرب الكاميرا عبد الله. طيب اوكي، واضح ان فرنسا معانين في المباراة هذه، واضح. انا ودي على الاقل اسجل هدف في كأس العالم، لو هدف واحد ابغى اسجل اسمي في الناس اللي سجلوا في كأس العالم. يا اخوي اوكي الحمد لله وصلت. يا ساتر، بسرعة بينية حلوة والله. يوش تيجن، يا ساتر. ما عليه ابو بوز، ما عليه والله. يمدي يا شباب يمدي. طبعا شوفوا كيف ايه بعدين بوز صار اسمي. اوكي غيرته. دقيقتين باقي، صراحة انا ما سددت الا تسديدتين، ما في مننا خطورة عامة فرنسا. حلو والله الارتقاء يا عبد الله. اوكي بلا، طيب ديابي معك. اوكي سحب على ديابي، جمهور يقولون هنتر ولا ايش يقولون؟ بيصفر الحكم، تكفى كامافينجا اصلا بيصفر. بروح اشواط، لا والله حط ركنيه. ما في خطوره الصراحه، فرنسا ما هو ما ادري ايش فيهم، ما احسهم اقوياء. ما عليه. بكذا بنروح بلنتيات. طيب انا مالي شغل في البلنتيات، البلاي ستيشن. كريم اديمي، حلو ضيع اديمي. اوكي اوه عبد الله بوز حاطين الاول عشان يعطيكم ثقه وكذا. اي طبعا عبد الله بوز هو الاول. اي يا الثقه كبيره قالها لكم فارس عوض. قنابري راح اخلطك يا قنابري. اوف اوكي تكفى. لا يا الغالي حرام، من ذا اصلا؟ جنتر تكفى يا جنتر تكفى، يقولون انك سبك، يبغونها غصب هدف. طبعا ديمبلي سبك، ما اعرف شو دائما يضيع بلنتيات. لا والله سجل، ايه سجل. تكفون لازم يضيعون ذولي. الالماني تكفى يا الالماني، والله اني احبك. اوكي في حال ان سجلها الفريق ركله الحسم عند كامافينجا. لو صدها خلونا نعتمد على الرجال ذا، مو بكما فينجر سبك. الله يا ساتر، بلاي ستيشن كانه فوزني يا عيال. ايش ذا المهم، دور ثمانية. وش ذا البلنتيات اللي يشوتونها المانيا كلها في السماء؟ وين يقلعون البلنتي يا عيال؟ ذكرت انجلترا في كاس الامم. وبكذا تاهلنا لدور الثمانية، بس ما سجلت انا يا اخي، ما سجلت والله، ادائي مخيس الصراحة. اذا تبون الصدق ادائي مخيس. اسمعنا نقول اول ظهور في كاس العالم ومتوتر لاعبي، ربع النهائي ضد هولندا. يلا نقول بسم الله. طبعا راح ادخل بديل كالعاده، متى دخلني؟ دقيقه 82، ايش قصه كنت؟ بس هذه المره راح اسجل باذن الله، خلاص اتخذت القرار. اوكي عبد الله بوز الحين بيدخل الدقيقه، بدال تشاوميني. شلون؟ اصبر بدال تشاوميني وين بلعب انا ممكن؟ ما اقدر اشوف وين بلعب، بشكلي وسط والله. يقول لي سجل هدف او مرر تمريره حاسمه، ابشر بحاول اللي اقدر عليه في هذا الجيم. اوكي على الاقل اسجل هدف عشان اراضي الجمهور على الاداء المخيس. اوكي اوه والله قريبه عبد الله بوز. مركزي كام يا عيال؟ مركزي كام؟ كام اذكر قد لعبت كام انا فتره فتراتي مع الهلال، فعادي عادي ما عندي مشكله، متعود. كم فنقه حلوه
ما شاء الله الكره العاليه يا عبد الله بوز. اوكي بلا هنا 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 هنا. اوكي اوكي اح وش فيه ذا؟ اوه جميله تسديده والله. وش فيه لاعبي كانه ورقه يا عيال من كثر ما هو خفيف. بلا هنا بسرعه بسرعه يا ولد. جميله هذه عاد ماني مضيعها، هذه عاد فرصتي في كاس العالم. الله الاحتفال، احتفالة كاس العالم، احتفال كاس العالم. تحيه تحيه يا عيال، احتفالة كاس العالم. اول هدف لعبد الله بوز في كاس العالم وهدف الفوز باذن الله. والله هولندا اهون شوي من المانيا، الالمان قبل شوي معرقين. يلا نروح اشواط نفس المشكله. اوكي يا ساتر والله تمريراتهم خطيره هولندا. الله عليك لا اوه الحمد لله، غلطه من الدفاع اقسم بالله في غلطه. ما يمشي ارجع. اوكي يو جميله والله، والله تدخل اسطوري. بلا هنا بلا هنا بسرعه بسرعه. ها ها مرتده مرتده مرتده. وش وجع توهم طايحين في الارض ذولي. اوكي والله توهم طايحين في الارض، شلون قاموا بالسرعه؟ يا ساتر يا ساتر. دياب يرجع يو عبد الله بوز، خلاص رسميا تاهلنا حنا لنصف النهائي. والله وش كاس العالم القصير هذا يا شباب. على طول نصف النهائي. اوكي والله ما يبغى. اوكي اخيرا نصف النهائي يهو، بس ابغى ابدا النهائي اساسي. مثلا لو تاهلنا النهائي اتوقع اني قدمت شيء اسطوري، استاهل اساسي ولا في نصف النهائي؟ على الاقل نصف النهائي يعني. انجلترا تاهلت، جلدت البرازيل 4، يا ساتر. اسبانيا تاهلت، والنرويج هم اللي تاهلوا، وهالاند مبدع. طيب لو اخذ تدريب، صح اثر التدريب لازم اضيفه كل شوي. ما يمديني احط تدريب، ممتاز. يعني غصب ابدا من الدكه انا. اوه حلو فايزين حنا الحمد لله. طيب اوكي هذه المرة ادخل وحنا فايزين، مسجلين هدف، كوندي اللي مسجله. اوكي الطقم الابيض هذه المرة، واخيرا ملعب تحسه مثل ملاعب كاس العالم. اوكي عبدالله بوز بدال مبابي، خش عبدالله بوز. اوكي اصبر اصبر، هبا هبا هبا، واحدة والثانية هي كرت اصفر. هذه المرة السيناريو يختلف الصراحة، فايزين حنا، فالحين عندي فرصة اني اسجل هدف ولا هدفين. هاي وش تبغى تجي ذي؟ هالاند شكلك مبدع، طبعا هالاند خويه ايام دورتموند، شكلك مبدع في كاس العالم، والله تستحق تستحق نصف النهائي الصراحه، لانه واضح ما راح يشمون النهائي ما دامني انا ضدهم. عبد الله مدام فرنسا، اقصد مدام فرنسا ضدهم، قاعد في الدكه وهايط بعد. اوكي عبد الله بوز اسيست اسيست اسيست، شفتك شفت ترفع يدك، خذها خذها، والله شايفك. هذه لك يا شيخ، صح ان كاس العالم ما شاركت فيه كثير انا، والله اني متحسف على ذا الشيء، مشاكل كثيره في كارير فيفا 22. حلوه ارجع لي، عط هذا هنا يو، والله حلوه يخرب بيت المدافع. دقيقه واحده، هذه اخر فرصه لي، اخر فرصه لي. هل يمديني امر ولا البلاي ستيشن راح يستهبل؟ نعم البلاي ستيشن راح يستهبل. اوه قائمه 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 يو. اوكي صفر يا حكم صفر، مكتوب لي اني ما سجل، سبحان الله في هذه المباراه. اوكي الى نهائي كاس العالم، مبروك يا عيال مبروك. بس ترى كان لي دور في التاهل للنهائي، ما سجل هدف الفوز على هولندا. اي يا ابوي الحين النهائي، وانا احس النهائي ضد يا اسبانيا يا ذوليك اللي فازوا اربعه اللي هم انجلترا. اسبانيا ولا انجلترا؟ اوه انجلترا، راح ابدا بديل برضو النهائي. يقرا ام القهر يا عيال، يا كيف ابدا بديل انا؟ يا ليتني ابدا اساسي. الهداف اوير زبال ذا، مدري شو اسمه، بعدين جوتا، بعدين كين من ايطاليا. طيب اكثر اسيست برينغهام، اكثر اسيست اللي مع انجلترا. طيب بخش الحين النهائي انا وبرضو متعادلين 0-0، ودخلني ار ام هذه المره ما شاء الله. طبعا جالس يدور فيني، دور فيني في المناطق الهجوم. طيب على الاقل ترك مبابي هذه المره. اوكي الاول مره راح العب انا ومبابي في نفس الوقت، يعني انا بادي كاس العالم مو من البدايه، والله قهر هذا الشيء. بس عندي فرصه في المباراه النهائيه يكون كاس العالم باسمي، لازم اسجل في النهائي انا. انجلترا ذولي اصلا منحوسين يا عيال، ما يفوزون في النهائيات، المفروض ما يفوزون اليوم. اوكي اوكي صح عليك صح عليك، بسرعه هنا هنا، فاضي فاضي فاضي، الكاميرا عدلوها يا اخوي ما اشوف. انطلق عبد الله يا اخوي، ستونز الله يقلع فيفا يا شيخ. لا دخلت كوبري، الله يقلع المدافع. ما عليه ما عليه، وش اي حسره، ما اي حسره تونا. حلو ارجع ارجع مع ذا ارجع مع ذا ارجع مع ذا. اوكي والله ما اترك، تفهم والله ما اترك. ايه يا سلام عبد الله بوز، والله اني اركض واجد يا عيال، احلل الدقائق اللي العبها في كاس العالم، احلل الدقائق. اوه كليان كليان، مبابي يا ليل، مبابي سريع وبطيء في نفس الوقت، شكله سريع بس كذا حركته بطيئه، سبحان الله. انجلترا منحوسين يا عيال، والله عندنا فرصه، حظنا حظنا موت. يو حلوه حلوه، شوت كم فيجو يا مجنون
يهو بلنتيا مو بلنتيات اشواط بعد ذولي اشواط ولا لا اشواط يقلع ام كاس العالم الصعب علنا شوي بس صعب باذن الله الكره القدم راح تكون ضدكم ثاني مره يا الانجليز باذن الله باذن الله المنتخب الفرنسي هو اللي بيفوز وراح نشغل اغنيه فرنسا هذيك حقت كانتي تعال هنا لا يا قلب الدفاع يا فاهي صح لا 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 صح صح فران اقسم بالله اسطوره حلوه حلوه عبد الله بروح عمق انا بروح عمق وش ذي تكفون يا عيال فكروا قبل تسوون اي شيء تكفى ابو بوز الاول طاح الثاني راح ها يو حاولت انا اللي العب الركنيه فران تكفى الله جول يا مجنون من هو ذا من اوبا ميكانو اوبا ميكانو اعطيت اسيست في النهايه عيال ابغى يكون لي بصمه قويه انا في نهايه كاس العالم صح اول ركنيه العبها الظاهر في مسيرتي وتطلع اسيست صح الانجليز عيال ما يفوزون في النهائيات تسمعون الانجليز ما يفوزون حلوه مبابي كيليان يا الله مبابي اصلا بينيتك مثل وجهك هيقلع بليسك يا شيخ اوكي عبد الله بوز ركنه كالعاده عبد الله بوز يقول لكم له بصمه والله كاس العالم شوي بالنسبه لي بس قدمت فيه اقوى ما عندي بصمتي حطها كذا عبد الله بوز بصم على كاس العالم وعبد الله بوز كل ما توهق او انا كل ما توهقت يعني اركن كل ما توهقت في الكرير اركن وخلاص والقى الحل اخر دقيقه كيليان مبابي تكفى يو عبد الله بوز شوت الحارس متقدم صفر يا حكم صفر على ان كاس عالم بسيط ولا لعبت المجموعات ولا لعبت الا دقائق بسيطه يعني لو تحسبها حتى ما تجي 90 الا والله اني استمتعت وكان صعب كاس العالم ارفع كاس العالم وشغلي وشو انقلوا كانتي ابغى اسمعها انقلوا كانتي ورجعنا لانشيلوتي الاسطوره طبعا مع ريال مدريد انا لعبت 4 مباريات في كاس العالم سجلت هدفين واعطيت 2 اسيست الحمد لله ساهمت بشيء اسطوري الصراحه لقد قبلت مؤخرا عرضا من برشلونه وقد فاوض مدير اعمالك على راتب بقدره 260 الف اطلع من ريال مدريد وروح برشلونه فيجو 2022